السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن الضبط الدقيق في جزيء الماء. كما ترى على الشاشة، هذا رسم توضيحي لجزيء الماء. ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. الآن ذرة الأكسجين partially negative، يعني جزئيا هي مشحونة شحنة سالبة، وذرة الأكسجين الهيدروجين partially positive، يعني جزئيا هي مشحونة شحنة موجبة، وكذلك الذرة الأخرى partially positive، يعني جزئيا مشحونة شحنة موجبة. وهذا يكسب جزيء الماء كاملا القطبية، قطبية الماء. وهي خاصية مهمة للماء أن يكون قطبي لكي يكتسب صفاته الفيزيائية، اللي هي أنه مطهر، أنه يستطيع أن يكون يذوب فيه العناصر الكيميائية المغذية للخلية. فبالتالي قطبية الماء أمر مهم جدا لبقاء حياة الإنسان، لأن الإنسان 60-70% من كتلته ماء، وهذا الماء قطبي، ويجب أن يكون قطبي لكي يكون قادر على نقل الأكسجين من مكان إلى آخر. مثلا في الدم عندك أنت نسبة الماء في الدم كبيرة جدا، قد تصل إلى 80%. فبالتالي القطبية هذه مهمة جدا. ولكن كيف تنتج هذه القطبية؟ تنتج بسبب أنه سنرى شكل توضيحي لقطبية الماء هنا. هاي ذرة أكسجين وهي ذرة هيدروجين. ذرة الأكسجين فيها إلكترون وتحتاج إلى أنذر إلكترون، يعني بدها كمان إلكترون عشان تعبي هذا، يكون المدار الأخير هنا 8، فعندك 8 إلكترونات. فبالتالي الهيدروجين بيتحد مع ذرة، بيساهم بإلكترون، والأكسجين بيساهم بإلكترون، وهذا يسمى covalent bond، الارتباط المساهمة. يعني بالعربي أنه هذا الهيدروجين بيساهم بإلكترون، وشحنة الإلكترون يعني برضو مضبوطة ضبطا دقيقا، اللي هي 1.602176622 ضرب 10 أس ناقص 19 كولومب. يعني حتى شحنة الإلكترون سواء لهذا الإلكترون أو هذا الإلكترون لازم تكون أيضا مضبوطة ضبطا دقيقا، وهذا على حسب قانون E=F/Avogadro's number. عندك القانون يقول شحنة الإلكترون أو البروتون تساوي فاراديز كونستانت، ثابت فاراداي، تقسيم الأفوغادروز نمبر، عشان هذا الإلكترون يكون شحنته 1.602176622 ضرب 10 أس ناقص 19 كولومب. يعني حتى شحنة الإلكترون هاي لازم تكون مقدرة تقديرا بديعا، وكذلك شحنة البروتون داخل نواة الأكسجين، وكذلك شحنة البروتون داخل نواة الهيدروجين. فعندك هنا مقدار وهنا مقدار وهنا مقدار
وهنا في مقادير، وهنا مقدار، وهنا مقدار، وهنا مقدار. وبعدين لما تجتمع هذه المقادير يطلع عندك هنا partially negative charge، ويطلع عندك هنا partially positive charge بعد اجتماع تلك المقادير الأولى. وهذا ما يسمى الضبط الدقيق على المستوى النووي للذرات. بعدين بيجي عندك الضبط الدقيق على المستوى الجزيئي، كما هو مبين أمامنا أن جزيء الماء جزئيا مشحون شحنة سالبة، ذرة الأكسجين مشحونة شحنة سالبة جزئيا، وذرة الهيدروجين مشحونة شحنة موجبة جزئيا، وكذلك هذه الذرة مشحونة شحنة موجبة جزئيا. هذا حصيلة مقادير في داخل أنوية كل ذرة، كما بينا أنه شحنة الإلكترون 1.602176 ضرب 10 أس ناقص 19 كولومب. هذا الرقم إذا تغير تتغير شحنة الإلكترون والبروتون، فبالتالي لن ينتج عندك قطبية جزيء الماء، لأن هاي المقادير يجب أن تضبط على المستوى النووي لكي ينتج المقدار المطلوب على المستوى الجزيئي. فكيف يحدث هذا صدفة؟ هذا مستحيل. يعني كم صدفة أنت بحاجة لكي تكون فقط جزيء ماء واحد؟ بدك صدفة هون وصدفة هون وصدفة هون وصدفة هون وصدفة هون وصدفة هون، وبعدين لما كل هاي الصدف العمياء تجتمع تكون صدفة كبيرة اللي هي جزيء الماء. فهذا مستحيل حسب علم الإحصاء. فأنا سؤالي يعني عقلاني، اللي بيأمنوا بالصدفة العمياء أو ما يسمى الانتخاب الطبيعي، أنه الطبيعة انتخبت، أو أنه ما يسمى الناتشورال سيلكشن، كيف؟ ما هي الطبيعة نفسها مكونة من هذه الجزيئات. الطبيعة أصلا مكونة من مادة، والمادة مكونة من ذرات، وهذه الذرات مقدرة تقديرا بديعا كما بينت لكم في جزيء الماء. فكل عنصر كيميائي في الجدول الدوري اللي بيكون الطبيعة هو مقدر تقديرا بديعا حسب القانون اللي ذكرناه، اللي هو E equal Faraday's constant تقسيم Avogadro's constant. فكيف الطبيعة خارقة أم مخلوقة؟ هي مخلوقة، بدليل أنه أخذنا منها عينة وحللناها في المختبر كيميائيا وعرفنا أنها مكونة من ذرات. وهي الذرات وأنوية الذرات، مش بس الذرة، نواة الذرة نفسها في داخلها ضبط دقيق، القوة النووية القوية والقوة الكهرومغناطيسية يجب أن تكون مضبوطة ضبطا دقيقا حسب قوانين الإلكترومغناطيك فورس، وقوة الكهرومغناطيسية أيضا مضبوطة ضبطا دقيقا، وقوة الجاذبية مضبوطة ضبطا دقيقا، اللي هو ما يسمى بالضبط الدقيق في الثوابت الفيزيائية اللي في الطبيعة. والطبيعة مكونة من ذرات، فمن الذي قدر كل هذه المقادير؟ يعني مقادير كثيرة عددها لا نهائي، سواء على مستوى الثوابت الفيزيائية النووية أو على مستوى الثوابت الفيزيائية الجزيئية أو على مستوى الثوابت الفيزيائية للجزيئات الحيوية الكبيرة في علم الكيمياء الحيوية. يعني أنت عندك ثلاث أقسام من الكيمياء، عندك كيمياء عامة، عندك كيمياء عضوية، عندك كيمياء حيوية. الآن الكيمياء العامة فيها ضبط دقيق،
الكيمياء العضوية في اللي فيها الكربون فيها ضبط دقيق، عدد لا نهائي من الضبط الدقيق، مش يعني ثابت ولا اثنين، لا عدد كبير جدا. الآن عندك برضو الكيمياء الحيوية فيها ضبط دقيق، مثل البروتين مثلا مكون من أحماض أمينية، والأحماض الأمينية مكونة من عناصر كيميائية موجودة في الكيمياء العضوية. يعني أنت عشان تفهم كيمياء حيوية لازم تدرس كيمياء عامة أولا، بعدين كيمياء عضوية، بعدين تبني عليهم الكيمياء الحيوية، لأنهم مرتبطين، هذول الثلاثة مرتبطين مع بعضهم البعض، الكيمياء العامة، الكيمياء العضوية، الكيمياء الحيوية. وهذا لأي طبيب أو لأي بيولوجيست أو لأي إنسان يريد أن يدرس أحياء الخلية أو البيولوجي أو الأحياء بشكل عام، لازم يدرس كيمياء عامة، كيمياء عضوية، كيمياء حيوية، بعدين يدرس أحياء الخلية، بعدين بدرس الأحياء. طب كيف؟ السؤال المنطقي حسب قوانين المنطق السليم، كيف استطاعت هاي الذرات أنها تقدر هذا التقدير البديع؟ الثوابت الفيزيائية في الكيمياء العامة، الثوابت الفيزيائية في الكيمياء العضوية، وروابط الهيدروجينية، وروابط الكيميائية، وروابط التساهمية في الكيمياء العضوية والكيمياء العامة. في عندك روابط كيميائية كثيرة في الكيمياء العامة وفي الكيمياء العضوية وفي الكيمياء الحيوية. كيف هذا التقدير الهائل كيميائيا على المستوى الكيميائي، سواء النواة أو أو العنصر أو الجزيء أو المركب، لأنه كلها مراتب فيها ضبط دقيق، طب كيف حدث هذا صدفة؟ يعني بيجي بيقول لك انتخاب طبيعي، طب كيف؟ ما هي الطبيعة مخلوقة من هاي الذرات. كيف؟ حسب قانون الإحصاء مستحيل. According to statistics and the laws of statistics, this fine-tuning is impossible to happen as a luck, just by chance. And this is why I believe in the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Because I believe there is a Creator fine-tuned those chemical elements and their nucleus. في خالق قدر مقادير العناصر الكيميائية وشحنة الإلكترون وشحنة البروتون وكتلة الإلكترون وكتلة البروتون وكتلة الإلكترون بالنسبة للبروتون تقريبا مهملة صغيرة جدا، وهذا كله له دور بالروابط الكيميائية العامة والروابط الكيميائية العضوية والروابط الكيميائية الحيوية. ومثال على ذلك جزيء الماء اللي أمامنا. فأنا لما بيجي واحد بقول لي انتخاب طبيعي، بحك راسي، بقول بعقلي طب هو درس هذا الزلمة كيمياء عامة وذرات وجدول دوري وشاف الضبط الدقيق في الجدول الدوري؟ أو لما يجي دكتور يقول لي صدفة، يعني في بعض الكتب تفتحها بقول لك التطور هذا كله صدفة، أنا بسأل نفسي بقول هذا الدكتور درس كيمياء، كيمياء عامة وكيمياء عضوية وكيمياء حيوية وفيزياء، ما درس رياضيات؟ لأنه عندك الرياضيات يبنى عليها الفيزياء، الرياضيات والفيزياء عملة واحدة ذات وجهين، وعندك الكيمياء والأحياء عملة واحدة ذات وجهين، فأنت بتبني طابق منطقي، رياضيات في الأول
تدرس الرياضيات، علم الجبر، علم الكالكولوس، علم الإحصاء في الرياضيات، فروع الرياضيات المطلوبة منك كمهندس أو كعالم. إذا حبيت تصير عالم كوني تدرس الرياضيات في الأول، وبعدين على الرياضيات بتبني الفيزياء، لأن الفيزياء بدك تتعامل معادلات رياضية، وعلى الرياضيات والفيزياء بتبني الكيمياء، وعلى الرياضيات والفيزياء والكيمياء تبني الأحياء، عبارة عن بناية من طوابق، وهكذا وتصعد حتى تصل إلى المجرة، حتى تدرس كيمياء المجرة أو المجموعة الشمسية. فهذا منهج يعني في الجامعة يعني للطالب اللي حابب يصير عالم كونيات، بيدرس كل هاي العلوم عشان يصير مهندس أو يصير عالم في الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو في العلوم الكونية المختلفة، الجيولوجيا. الجيولوجيا أنت بحاجة لكل هاي العلوم، الطب أنت بحاجة لكل هاي العلوم اللي هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم وظائف جسم الإنسان وعلم التشريح، كل هاي مقرر طب. فأنا ما بعرف يعني، لما بشوف بسمع على البرامج الحوارية اللي بدخل عليها بتسمع، بسمع ناس بقولوا عن حالهم دكتور، وبيحكي أنه العشوائية هي اللي جاءت بكل هذا. فبسأل نفسي يعني، هو دكتور ودرس كل هاي العلوم وبقول صدفة؟ مش معقول يا زلمي، عن جد مش معقول، إلا أنه هو مدعي أنه دكتور، يعني مسمي حاله دكتور وما حدا داري عنه، وقاعد بيحكي حكي غير منطقي، وبخلطه بخلطه كل حكيهم مخلوط. التطور الصغير بخلطوه مع التطور الكبير، المايكرو ايفوليوشن بخلطوه مع الماكرو ايفوليوشن، ما بفصلوا لا، وبخلطوا البيولوجيكال ايفوليوشن مع السايكولوجيكال ايفوليوشن. لا يا عمي، كل موضوع بدك تتناوله لحاله. البيولوجيكال ايفوليوشن اشي موضوع، والناتشرال سيلكشن موضوع مختلف، والكيميكال ايفوليوشن موضوع مختلف، والكوزمولوجيكال ايفوليوشن موضوع مختلف. بحسهم في الحوارات انهم بخلطوا شعبان برمضان، وصعب بيني وبينك على في هاي الغرف اللي هي في البالتوك او في الكلب هاوس، صعب انك تقعد توضح كل هذا، لانه كل موضوع لحاله بده محاضرات. يعني هذا الموضوع بس فقط الضبط الدقيق على المستوى الكيمياء العامة، هذا ممكن نكتب فيه مجلدات، بس الضبط الدقيق في الجدول الدوري هذا ممكن نكتب فيه مجلدات، نكتب فيه 1000 مجلد. بعدين بيجي عندك الضبط الدقيق في الكيمياء العضوية، بدك كمان 1000 مجلد. بعدين بيجي عندك الضبط الدقيق في الكيمياء الحيوية، بدك كمان 1000 مجلد. فما بتقدر تختصر كل هالمجلدات في 3 دقائق في غرفة حوارية. فقلت أعمل يعني بعض هالفيديوهات لعل وعسى الناس تتعلم ويزيد عمق علمها وتفكر بشكل نقدي، أنه كيف كل هالذرات اللي في هالكون أجت صدفة؟ مستحيل مستحيل، ظل أقول مستحيل من هون ليوم القيامة، لأنه أنت بتتكلم عن عدد من الثوابت الفيزيائية الكونية عددها ما نهائي، سواء في بداية خلق الكون أو في الثوابت الفيزيائية أو في القوانين الفيزيائية. يعني when we talk about fine tuning, we divide it into 3 categories. The initial fine tuning of the Big Bang in the singularity, the early fine tuning of the Big Bang,
the rate of expansion of the Big Bang, which is called the cosmological constant, that's fine-tuned to the power of minus 120 decimal place. That's called the cosmological constant, or called called dark energy. It has different names, but the same concept. And you have the laws of physics is fine-tuned. You have the law of entropy too. All of that is telling me that there is a creator to this universe. The entropy law and the second law of thermodynamics, if we go back in time to the initial state of the Big Bang. And you have a professor, his name Sir Roger Penzias. He calculated the chance that this universe came out of nothing by a luck, and his number was 1 divided by 10 to the power 10 to the power 137. So basically, this universe came from the singularity by a chance. It's impossible. That's what his calculation showed. He's a professor of mathematics, Sir Roger Penzias. I looked at his scientific paper, and Subhanallah, Subhanallah. And I conclude my talk with سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. And if you need more, inshallah we meet in another video regarding the fine tuning in the molecule of water, because there is a lot to say about this. But the video is now 22 minutes. I don't want to go over 22 or 23 minutes. So I'll stop right here. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum.